ايه هو ليه الناس بتكتب على الاثار او بتتنطط فوق الاثر او بتعامل الاثر معامله مش كويسه. هذا لاسباب كثيره، منها من وجهه نظر المتواضعه وبعد 30 سنه من رصد الظاهره دي، ان هو مش شاعر ان هو جزء منها. يخش يلاقي الاجنبي ساعات واخد حقه اكتر منه، الاجنبي معاه مرشدين سياحيين بيفهموه وهو معهوش حد يفهمه، رغم المجهودات اللي اتعملت في حتت زي المتحف المصري من جمعيه المتحف المصري مثلا، جمعيه اصدقاء السياح بتاعت المتحف المصري اللي كانوا بيستقبلوا المصريين في المتحف المصري وهم بيرتدوا لبس شيك جدا وبيرتدوا علامه على صدرهم بلاستيكيه كده اشاره فيها اسمه وفيها ان هو عضو، وبيلف بيشرح المتحف المصري للمصريين مجانا، بتبقى خدمه للمواطن وهو ده نفسه بيتدرب على انه كمان يبقى محاضر او مرشد سياحي. فكانت الحقيقه خطوه حلوه، بحب ان انا يعني ايه ادعو وزاره الاثار ان هي والسياحه ان هي هي فكره جميله لكنها فكره مثاليه. انا ارى انه يعني توقيع عقوبات على العابث بالاثر حتى لو مبلغ يعني مش كبير، يعني اولا هيدخل خزينه الدوله ويحقق ردع كبير جدا. الواحد قاعد على طالع على الهرم ولا واحد واقف اثر ولا ساند على اثر، عندنا كاميرات المراقبه، نستطيع ان احنا يعني نفعل هذه العقوبات اللي هندخل منها دخل نصون الاثار وتتحقق ردع، ولا انت مش معايا يا بسام باشا؟ ده حضرتك كانك قرات التصريح بتاعي من حوالي 10 ايام ولا حاجه لما قلت ان يعني واحد زي مهرب الاثار دوت ده خيانه عظمى. تبيع الاثار يعني بعد حادثه الهرم الشهيره ان انت تبيع الاثار دي خيانه عظمى. صحيح. مش يعني دي مش ان انت تحط له مبلغ فلوس ولا عقوبه ولا بتاع، دي خيانه، لان انا لا اجد فرق يا صديقي. لا انا بتكلم على اللي بتنطط على الاثر ده. لكن اللي بيسرق ده اثار ده لما عرض بيسرق تاريخ بلده، بيسرق يعني بيسرق حاجه لا تقدر بثمن، يعني المساله محتاجه ان تغلظ العقوبه لغايه الاعدام في المساله دي. لكن بتكلم على اللي بيلعب بقى عمال يكتب اسمه على مثلا اثر في المتحف المصري ولا كده، يعني ده او اسم خطيبته حاجات كده، يعني ما ينفعش يعني. تملي بنجد احمد ومنى وقلب وسهم يعني على الاثار. حضرتك الامر يا حاتم، انا بحب اوجه الشكر احمد لان هو الحقيقه كان يعني شرح لمنى كل الاثار المطلوبه. الراجل كان بيشتغل في احد لكن انا معاك في حته. لكن بص يا استاذ حاتم، انا تملي باجنح ناحيه ايه؟ ناحيه الاول التثقيف ثم التاديب هنا من الادب وثالثا القانون ورابعا العقوبه. حلو؟ يبقى انا قبل ما اعاقبه ان هو ليه بتطلع الهرم هيقول لي طب ما انت مش عامل لي اشاره باينه او واضحه تمنعني من مش كل الناس عندها يعني هذه يعني كلنا يعني انا ثقافتي محدوده مثلا في علم مثلا النانو تكنولوجي فما فهمش فيه كتير، ففي ناس انت ما قلت لي ان الهرم ده ما اتطلبش عليه، حاطين لك اشاره. طيب الاشاره اللي انت حاططها ديت يا وزاره الاثار حطها فين؟ دونت كلايم ذا بيراميدز دي ولا دونت كلايم ولا لا تتسلق الهرم مثلا؟ حاطين الاشاره يا استاذ حاتم على جسد الهرم ذات نفسه. فانت مش عايز الناس تتسلق علشان رجليها ما تخبطش في الحجر، طب انت حاطط قطعه معدنيه على رأي يعني بالمنظر ده. فاذا انا معاك، لكن في الاول بس نثقف الاول، يعني نثقف ونقول اللي داخل المنطقه دي خد بالك كل حجره في المنطقه دي من عند جدك وجدتك. فحافظ عليها لانها بتاعتك. وفي هذا السياق بقى يا سيدي هتقرا لي النهارده برضه في اخبار اليوم بقى في اللقاء اللي عملوه معايا في الاخبار، كانت فكره انا عرضتها من حوالي تقريبا يمكن 10 ايام او اسبوعين حاجه زي كده. الفكره دي كانت الاتي، اني اخلي المصري الان موضوع التثقيف دوت موضوع ياخد سنين، لكن دلوقتي حالا اقدر احسسه ازاي للمنطقه بتاعته. هروح اعمل ازاي؟ هقول للي عايز من المصريين كمان من 10 ايام هيدفع جنيه تبرع، ده الكلام ده من 10 ايام. والجنيه ده هيديك تذكره انك تخش المنطقه 5 مرات مجانا. فنتخيل مع بعض ان التذكره ب 10 جنيه مثلا للمصري. فلو انت دفعت جنيه بدل ما تدفع 50 جنيه في 5 زيارات يبقى انت دفعت جنيه، يعني وفرت على نفسك 49 جنيه. يبقى دي كانت من ضمن. تاني حاجه بالنسبه للمتحف المصري الكبير اللي لو انت فاكر الحمله بتاعتي بتاعت المصريين من حوالي كام سنه من ايام دكتور محمد ابراهيم كان وزير اثار، الراجل استقبلني في مكتبه واتفقنا على الحمله وقلت له من ضمن الحاجات ان مكتوب انك تدخل المصريين المتحف المصري الكبير يحضروا محاضرات. يبقى فقط بنعمل ايه هنا بقى حضرتك؟ بنعمل ثقافه حضور المحاضره في الاثر. نفس الكلمه قلتها لمحافظ اسوان
فابو صنبله صباح الخير يا مصر. قلت له يا ست محافظ اعمل قبل تعامد الشمس ونفاذ اشعه الشمس الى قدس الاقداس اعمل مجموعه من المحاضرات في ابو صنبل تنقل بلغات مختلفه تشرح هذه الظاهره للناس سواء المصريين او الاجانب، وبالتالي تبقى الاحتفاليه ثقافيه. ماليش انا دعوه بقى فرقه مين جايه ترقص وفرقه مش عارفه تنقله تدلع تملى القلب، الكلام ده انا ماليش دعوه. والله الناس احنا بنحب الرقص برضه بس انا انا شخصيا عاشق للرقص يعني مش مشكله يعني ماشي يا فندم. يعني عمري ما سبت العلاقه. لا بس استنى بس على ايه العلاقه بجد؟ يعني ايه العلاقه ان انا قدام ابو سنبل وبالليل والدنيا تلج ساعه ودي ماشيه بس هو على الرقص مستقل عن الرقص يعني دي زاويه ودي زاويه يعني هو بيقولك ومشيكوا على البحر زي يا بنات اسكندريه. طب هذه الفتاه اللي لابسه الفستان خلي بالك ده فلكلور مصري قديم ومحترم جدا زي ما انت بتحترم الاثر بتاعك احنا بنحترم الفن بتاعنا فخلي بالك يعني. يا بيه انا اسكندراني انا عندي اسكندراني وانا عندي 53 سنه عمري ما شفت البنت دي ماشيه على الكورنيش بتمثل مين. المهم نرجع مرجوعا اتفضل. ثالثا كان من مقترحاتي ان انا اعمل اماكن تظل السياح مش اماكن ظل لان احنا بنظل اماكن ملحوظه مهمه جدا حكايه ان يبقى في اماكن يستظل بها الانسان من الشمس في منطقه رائعه زي الهرم فيه بحيث ان حضرتك ما تبقاش خارجه في مبناها عن البيئه التاريخيه الحضريه اللي حواليها. هو في حاجه كده اتعملت اقول لك تفتكروا جميعا متحف المركب اللي هم بيسموها مركب الشمس اللي هي مركب بجانب هرم خوفو ديت. لما حضرتك تبص على مبنى المتحف الفكره والنيه جميله تحافظ على اكبر مركب في العالم ذو خلفيه تاريخيه. لكن المبنى من بره يا استاذ حاتم ليس له اي عامل زي ستار وورز عامل زي افلام حروب النجم. تحس ان انت داخل الفضاء تحس ان انت يعني حتى الاجانب اللي معايا كمرشد سياحي يعني دائمي التعليق على هذا المبنى اللي لما انا بقول لهم يا جماعه المبنى خارج النطاق خارج المكان. الديزاين التصميم ذات نفسه ملوش دعوه بمصر لا اعمل لي لو تسمح محطات ظل وخصوصا انت سياحك كبار في السن فاجل انت تعمل لهم حمامات ايضا اكثر من حمام ويكون الحمام مجانا يعني المبلغ بتاع الحمام ونظافته تبقى داخله على التذكره لان هو هيدفعها. واخيرا طالما بنتكلم على التذاكر فنحن نتكلم عن مشكله ابديه تعثرنا هي وقوف السياح طوابير والمصريين طوابير لما بييجوا يخشوا يقطعوا تذكره. ليه؟ لان حضرتك عامل شباك واحد منفذ واحد او منفذين او ثلاثه بالكتير قوي. طيب انا ليه معقد نفسي وليه اعطل السايح اللي داخل واحنا عارفين كلنا ان السايح بيبقى عنده يوم مشغول. يعني بص حضرتك احنا اليومي بيسموها كده يوميه هرم. يوميه هرم دي فيها ايه؟ حضرتك بتطلع من الفندق تروح 100 رهينه تزور منفس اللي هي منف تطلع من منف تروح في سقاره بتشوف الهرم المدرج بتاع الملك جسر جسر هكذا هو اسمه الصحيح وليس زوفر دي جت بعد كده يوناني لانه لا يوجد لازال ولا زين في الهيروغليفي يبقى ازاي زوفر ازاي اوزوريس ازاي ايزيس لا السات وسير جسر ادي وما كناش احنا يا مصريين هننطق هيروغليفي امال مين اللي هينطق هيروغليفي صحيح تمام. وبعدين حضرتك هتروح مقبرة او اتنين من اللي بيطلق عليهم مقابر المصاطب يعني اليوم المصاطب. اليوم مشغول عايز تقول ان اليوم كله معبأ بالفعاليات يعني بالنسبة للسائح فبالتالي ما توقفوا في الطابور مثلا نص ساعة حرام ده حاجة تانية يعني بالظبط انت راجل طب انا بس كنت عايز اسأل سؤال فني فني يعني شوية بالنسبة لغرفة الدفن في الهرم الاكبر والحقيقة يعني في كتير بيبقوا حريصين على انهم يدخلوها بس هي مغامرة من نوع خاص يعني مغامرة مفيش حل للتعامل معاها بحيث انه يبقى الوصول لغرفة الدفن وهي زيارة يعني بحرص عليها كتير من زوار الهرم تكون أيوة. ايسر تكون ايسر يعني سؤال حلو جدا وكأنك فعلا قرأت النهارده الصبح لان انا من ضمن برضه الاقتراحات بتاعتي ان انا لا يا استاذ انا معيش اخبار اليوم لما اروح اجيب اخبار اليوم واقرا بس انا معيش كأنك فعلا لان انا كنت لكن ده يعني يعني السؤال حلو من غير غش يعني من غير لا اتفضل لكن انا كنت الحقيقه استاذ حاتم بطالب النهارده ان يتم منع دخول الاهرامات كلها
يعني هذه المغامرة اللي حضرتك فعلا هي بتبقى مغامرة. اولا انت تترك كمية من العرق المملح على الجدران. هذا التبخر لعرقك عزك الله بيحط بيتحط ويترسب على الجدران، وده بعد كده بيكون طبقات ملحية، وده ممكن يبقى مضر بالنسبة للأحجار. ادي واحد. اثنين، التنفس بتاعنا من بقنا بقى برضو ده شبورة مائية، واخد بالك؟ فبالتالي يؤثر. ثالثا، الزلزلة والاهتزازات اللي بتحصل من دخولنا برجلينا على هذه المباني. مش عايزين ننسى ان المباني دي من 4500 سنة. فبالتالي حضرتك بتخش الرجلين اللي بتدب دي بتؤثر سلبيا. رابعا، في ناس سياح بيبقوا كبار في السن ومصرين يخشوا في هذه المغامرة. ومهما قلت لهم يا حازم، مهما قلت لهم بنقعد نشرح في الاوتوبيس، مش عايز اقول لك يا جماعة اللي كبير في السن، اللي ظهره، اللي رقبته تنفسية في القلب، اللي عنده كده اللي عنده كده، لانها مجهود، انت بتعمل مجهود وانت جوه مغامرة بشكل مغامرة جسدية كمان صحية. ومع هذا 80 و85 عزك الله وادى للجميع طول العمر والصحة ويخشوا. انا كان معايا واحد 81 سنة قال لي هخش النهارده عيد ميلادي، وده حلم من احلام حياتي. ودخل وطلعناه مرابعة، يعني طلعوه مرابعة وهو مزرق، وقعدنا نهويله بكرتونة في الصحراء قدام الهرم، الهرم الثاني. انا فاكر كويس قوي الحته دي. وعندنا واحد اسمه لقيتنا واحد ثاني اصر على الدخول، طلع مفيش تنفس، عمال لما جت الاسعاف كان توفي. فاذا كل الحاجات دي لا، يعني اخلي الزياره بالضبط. وانا ممكن تبقى زياره يعني بيقولوا يعني بدايره يعني اللي هي يقولوا عليها افكار من الناس بسامبي، يعني اللي هي ممكن دوائر كاميرات مثلا تغطي الحدث من جوه وناس تتابع بره. جدا جدا. وعندك كمان الفيرتشوال والرياليتي اللي هي ممكن انت على الحقيقه اللي هي التخيليه او المحاكاه. يعني هذه الرحله محاكاه للرحله في الداخل عن طريق، والعالم كله هيحترمك جدا وهتقول لهم ان ده علشان يساعد على الاثر. الكارنيه اللي انت ممكن تعمله في المطار اول ما السائح يخش وهو مستني الحقائب بتاعته، وزاره الاثار والسياحه عاملين 30 40 مكتب بشباب زي الفل قاعد لابس يونيفورم جميل. معلش قبل ما اسيب المساله دي، انا جه في بالي بمناسبه الحدث الكبير ان بعض الدول هتعمل مستنسخات على اثارنا، مش ممكن نعمل مستنسخات ديت تبقى زيها بالظبط ونبقى مأكدين على ان دي هي دي بالظبط، بس عشان نحافظ على الاصل؟ يعني عارف انت عندك كده اللي توت عنخ امين، يعني في الاقصر كانت الفكره ومعموله بال 3 دي او بالابعاد بتطلع اكيرت جدا، وبتطلع بتصميمها يعني بيبقى دقيق جدا. وبالتالي تقدر تعمل دوت وتخفف من. وفي حاجه ثانيه، انت ممكن تعمل هذه المستنسخات وبعدين تبقى مستنسخات ايه بقى؟ تحت مظله وزاره الاثار، علشان محدش يلعب في الكينونه الحضاريه بتاعتك والملامح اللي بيحصل زي ما بيحصل لما بتستورد حاجات من الصين وتماثيل من الصين وكده. في نفس الوقت ده ممكن تعمله في القاهره ليه؟ وفي اسكندريه، لان ممكن مثلا في اسكندريه السائح اللي بينزل من المركب اللي جايه من البحر المتوسط ما عندوش وقت يروح الاقصر، فيروح رايح القاهره او رايح اسكندريه، فيلاقي المستنسخات دي فيزورها وما لا يدرك كله يعني. فبالتالي انت تستطيع انك تشوف مستنسخ لتوت عنخ رمسيس السادس او رمسيس التاسع اللي هي المقابر الجميله ديت، ومن غير ما تنزل الاقصر، وطبعا مش بتشوف الاصلي، لكن يلا اللي تقدر وقتك يوفره لك. وفي نفس الوقت وانت في هذه المواني، وانت في المواني الجويه زي المطارات، هيطلعت لك لمبه وانت واقف مستني الشنط بتاعتك. هتدفع مبلغ كامل في مثلا 50 100 دولار مش عارف 200 دولار حاجات كده، وتتعمل لك كارت بصورتك الخاصه وانت واقف في ثواني، وعليها هولوجرام عشان ما تتزورش، ومعاها قماشه تلبسها كتانيه جميله مصريه، الكتان المصري، وترتديها على رقبتك انت كسائح، والكارت ده يدخلك كل اطار مصر، فما تضطرش تقف قدام شباك التذاكر في كل مره والورقه تضيع منك، ودي فين الورقه وفين التذكره؟ لا، هات انت كل تذاكرك في الكارنيه ده في المطار، وبالتالي وفرت على نفسك كل المجهود اللي انت هتعمله. فكره رائعه وجميله جدا الحقيقه. لكن بالنسبه لوجود مستنسخات في بعض الدول لبعض الاثار الشهيره عندنا زي نفرتيتي وزي توت عنخ امين وغيرها، ده فكره رائعه، لكن انعكاساتها على السياحه المصريه. اشكرك اولا على ان انت قلت توت عنخ امين وليس توت عنخ امون، اشكرك شكرا جزيلا احسن. اما عن الخبر اللي هاجز العالم النهارده الصبح في الاي ان دي بندنت،
انه تم عمليه مسح ضوئي لراس نفرتيتي في متحف برلين، والاثنين اللي عملوا المسح دوت استخدموا الات حطوها في اشارب في اشارات. يعني انا كنت بفتح على قناه من القنوات الاعلاميه اللي اتصلت بيها مش انا بقول لهم هم الاثنين دول كانوا بيعملوا لصالح المتحف ولا لا. لما قريت الاندبندنت لقيت لا، الناس دي ملهاش دعوه بالمتحف وعملوه رغما عن المتحف على ما يبدو. فبالتالي انت الان معرض ان راس نفرتيتي يتعمل منها مستنسخات تقتل اصل 3D دي بتلاقيها هي التمثال. يعني لو في حته شرخه نص ملي هيبان في المستنسخ انها شرخه نص ملي، مش هتعرف تطلعها من الاصل، وخصوصا هو بيتكلموا على ان هذه المستنسخات هتصنع من الحجر الجيري، وهو نفس الحجر اللي استخدم في التماثيل او التمثال المصري القديم. فده دي كارثه، نحن على مشارف كارثه الا لو لوحت مصر بثولجان القوه شويه وحاولت منع هذه المستنسخات، وبالتالي منع كمان المستنسخات من الصين، لانها يعني مستنسخات الهيروغليف اللي عليها ممكن يبقى مش مظبوط وكده، وبالتالي تعمل انت المستنسخات دي. وده اقتراح تاني عندي النهارده في المقاله، ان وزاره الاثار هي اللي تبقى منوط بيها عمل المستنسخات، وهم يقدروا يعملوا ده لان هم بيعملوا فعلا مستنسخات حلوه، الهيروغليف صحيح، المقاسات بتبقى جميله، وفي نفس الوقت يبقى دخل جغرافي لوزاره الاثار، وبالتالي تستطيع وزاره الاثار انها تدفع المديونيه اللي عليها للحكومه 14.1 مليار، وفي نفس الوقت تقدر تدفع ال 77 مليون جنيه كل شهر للناس اللي بتشتغل عندها. اشكرك شكرا جزيلا استاذ بسام الشماع، الكاتب المصري كاتب المصريات والاثري الكبير، وهي افكار خلاقه وابتكاريه ولها انعكاسات ايجابيه على السياحه المصريه التي نتطلع اليها بشغف الان. شكرا جزيلا. اشكرك يا فندم، مع السلامه. الله يسلمك.